تحية نضالية حارة ريمار رايت ماث نرشيت ماث نغذي تبعنا عبر الله رأس في حياة ثانيتي فقط يجن تما أكون مفخرج مسألة أنه الفيسبوك من العادي قد تم استهدافه وقتين يثيذ وغايذي تجيشين الصفحة زي الصفحة ثانية كتجان ذاك سنتناصي الزبزافي إينو وشو غايذي تجيشين الصفحة من غير ثانيتي رخاما نستقر اللايف يعني تشين الصفحة ماينو من غير ثانيتي نزيد تقر اللايف إلا غايشتن عادية تتوا وكثد روخو قيم شي تما تظهر ديني روخا الصفحة إغاي إينو أما الصفحة ضمني وذين تجيشيش تنينو ولا تمثلوني يعني أي حاجة يقاد يتحمل صاحبها المسؤولية إلا لقد تجي نتيجة اللايف على أساس أن السور القضية الشكل الفني غايوقع في وشا وإلا نحدد الوقت أنه هو توقع 8 ونص والسيتي مغزمار رأيت مثلا غير تباع اللايف اللايف أوانيتي أنه هو ذقيني جد تعبي أران اثنين فقط يوقع إناث توغ الصلاة نرمغاب تقريبا اتفعد اننا نتزاد جاني غد تلاق دي مزيدة وينثين وذا الدر ابن المادي قيناث قروق الصلاة وخصوصا انه تصادفت ما يعني تمني انه تيري اتبدا غا تسعق الاربع زيد سعق الاربع حتى غا مخفص قان غا تسعى يغيري مخفص قانة تيري الطنطنة اللي قيناث كرد السياسية المخزنية لا مسؤولة او كرد الخطوات المخزنية يقيقا تم الحصار للمنطقة يا ثانيتي في جحافل القوى القمع المهزلة اللي توقع عن ثانيتي الحصار للساحة بها حصار للمفاسقة للملك العمومي الساحة اللي توقع عن ثانيتي فلهذا غاية ما شو اثماء اوكيد مرة اخرى الى ان على اساس انه ان اثنية ديرية 8:30 ولكن تو الصلاة المغاب لو خدت مني غاية ما اثنغل بلغ جميع الاخوان انه وذقيني جن الاشارة عبر الفيسبوك او التدوينات من سنة والمواضيع بان الشكل لوانيتي اذي وقع غا تسعة قل اربع حتى تسعة لانه ذين الصلاة المغاب توت وتوسن كثيب والحساب فنتمنى زمار رايت ماث نقصو يثماثنا لا ذاقين دينة الحسيمة على مستوى الأحياء الزناقين غانغ ذانيتي ولا على مستوى إقليم الحسيمة ككل ولا على مستوى ناري في كمر لأن من هي مخصنا من هي تهم الجميع يتهم المصلحة الجميع يتهم المنطقة ككل خصوصا وأنه عيم العيب والعار ابن مع هذا يتفقد الطلب في الجامعة هذه الطلب في المستشفيات هذه الطلب مع عامل الطلب في الشركات أنا توقن شحافل القوى القمع المخزنية هذا أنا اتحصد أنا كيش كل والدي في الوقت الذي أتم كان من المفروض أذوين الجحافل نسن غا بوليزاريو غا 10 المرتزقة اني مي خصني ندير قرع نسيها خو سمحن قال ما سمحن قال حوايج نسى سمحن قال سمحن جميع المسائل باش غنغدا وانشين دانيتي الحق دانيتي وداني كي جان مسالمين من طلب مطالب عادي ومشروعه اللي كي تجلنا كي مطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه رفع العسكره الدوله يتعيق الدوله يتسمى الفضيحه الدول كي جات اخر دول كي العالم كي جان عاد تحتقر المواطن شكل لوانيتي التمارس خصها تسمى العنف وانيتي لا اللفظي ولا الجسدي عاد تشتك الاختطافات عاد تشتك الاغتيالات رغم انه ثانيتي تطبل وتطبل عبر الاعلام الصاف اللاصحينس او الاعلام الرسمي بين قوسين كجال يطبل للدوله المخزنيه على انها دوله الحق والقانون وانها دوله الديمقراطيه ومن هي كلها شرعارات خاويه وغاز الجيش لا اساس لها من الصحه ذني مجموعه من الفاسدين المفسدين ايتوشنا ذي تما غادي تفن الحكم ديال البلاد وانيتي سعيد الفساد هذا كان ثروات السفنه وبارا غا افريقيا غا السودان غا اثيوبيا غا بنما غا سويسرا وغيرها من الاماكن النظري هادشي غادي زو دينا سكوشي تاع دينا كلشي غاسن دو بالناسيوناليتي سكوشي سن غاسن دو بالناسيوناليتي اون كامار دوقع شي حاجه ذاك الماطه ثانيتي كلشي كسيت الباكسين الباليزان سن كلشي كسيت الحوايج نسنا السفنه وبارا اذا ما نيس كلشي نزار ما يتمشوا يتما من الطلب مسائل بسيطه جدا الطلب حقوق تيكوحي الدوله هكا تخص الجيش اذا هو قاعد خصص اسمه خاص قان سي ستانكيفون اذا هو قاعد خصص الجيش اذا هو قاعد خصص سي مخازنيثان لي بوليس التينيقات كان من المفروض انه ثلاث امريت الدوله غتذهوا غالحدود المغاصقه البوليزاريو ذينات غتفرح ذينات مش فاهم 10 المرتزقه خص لي خير عنو فندوين زهر النابري تفرح وين ناس بتاد ميتو جا غانا فندوين الشيء ولهذا باش السنه تاكدا ريفيا على انه الدوله ياك ايضا تحت قارضا فما رد الدوله يا ثاني تي تسجد هجن من هجوانيتي الاعتقالات نيغ اغتيالات نيغ اختطافات نيغ تين القارص قد ولا
تما اخصاص تراجع فينش مليح لانه تجي ثمانية غادي نسي وكذن وانتو كذا لي اعتقالات ولا الاختطافات ولا الموت ولا شي حاجه زمانيه نشي نامن غنغم مبادئ غنغم مواقفنا نامن القضيه ديالنا خص نضحى الى اخر الرمق وباش نتنوجدوا لانه نتراجع صدق انا المسائل ابدا ومن العيب والعار مخلنا غير جينا نوضح في اكثر من مره على ان ملي توقع الرخا دانيتي الجحافل الثالثي ديال الصراع بين فئتين الفئه المجيدي اللي كيتجان غاصره وتماس طمغات الوالي اليعقوبي يتحاول قدر المستطاع الوالي يعقوبي يستخدم المجيدي ذين الفئة الهمة يكيتجان انتغاسد الزبنية ينسي كيتجان يتجلى في مجموعة من المرتزقة وعلى رأسهم الخائن إلياس العماري إذا فئتان يتقتلان فيما بينهما لازم غير راح الضحية ضرحان الإريفيان تصفية الحسابات على ظهر إريفيان المخلصقان على تخطط الجرائم قاربات قل مركز ديها تسن داخل غزانيتي خلنا نسبوق زندانيتي يعني بومبا تخدش قد ديه قاربات تسن تسبوق زندانيتي والقرص لينا تحمل المسؤولية لأن الطرفين هنا لا المجيدي ولا الهمة الهدف هو قرب من غارقصة وغيقارب من غارقصة ضغية وغيقارب من الملك والملك التسيخ فين سيزار فيديوهات وجي ما غادي يبدا نقول تفاروشين وغيزار شي الملك يتباع فيديوهات تما 6 دقيقة 6 ثانية الساعة يسني راه ان ملي توقع عن ذنيتي ذي جن جريمه نكرا ذي جن جريمه بشعه توقع في حقي ولا انا غينا العزه لا غينا تسمى قد 58 59 غير نخنق الجرائم الزور خنق اخنق غنوا ازار سي طويل سنوي وذان الطلبه والمطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه الا انه تاع ذي الزور غاني حاصه فما راه الزور غاني حاصه الشكل الاولاني تنش نقارص انه نقول ديك وادو ذري نشي نقول تجيبوا زكوز انا قلت كذن الاعتقالات ني غادي اختطافات ني غشي نمضي اغيرين شي غنغ مبادئ ما راه ديني الزومه تختالم قا جلود النغزوان موذن ما شوف في التاريخ من بابه الواسع ما راه در الزومه نخشينا لا فهم زباله التاريخ ابدا زباله التاريخ غاسنات يمكنني وغاسنات من البلطجيه فمن العيب والعار انه الدوله وانتقاقت قاقتي الملك مباشره نشو تعجب والنا فقا ويتعجب والشطحه لانه تجي السيماتين النفاق قاسي الملك مرض وانيتي مرضين المسؤولين مخطره هنض على انه هو حاصل في منطقه يا فانيتي فبئس المسؤولين وبئس المخلص قال الماركه تاعي ودان اختي بنان تصواتين الملك اختي تصوات الملك اختي بان ديريك تاخذ ميغوزليس باش تسلمي على المستوى الانحطاط ما يدور الدوله المخزنيه تصواد الملك ياخذ ميغوزليس اذا باش تسلمي على الدوله تعيش البلطجيه ذبت البلطجيه ذبت المافيا ذبت صحابي ودان كيتعان قرقوبي اذا تما أشهد الله تعالى ذو متين ميزي غاز السلمية يثمير الدولة بتدخل بلطجية من ماذا كاش كتفوض أتيني ذي حقينك الطالب أبسط حقوق العيش الكريم العدالة الاجتماعية الحرية أخذ وان سيستان كيثن ذي قوبلتي من خصان زي بداية الحيرة كلا يوم من خصان خجا حافل أو الكلاب البوليسية من خصان طمع عشينة تبهينا لغذانتي مشاريع تنموية مغهن ولكن خصان شيء إذا قاكم أي إثمان نوذ صراع بين فئتين فئة المجيدي قد جان وكما سقط غض المغاض التمغاض غاغ الوالي اليعقوبي ذي الهمة قد جان غاس الجحافينيس دين صراع جرسا وغاية تقربن غا الملك وغاية تقربن غا رقصة إذا هاقا من ديني وفقات وذين بوشي نحاج صنوذي هذا نستحمر شي جنتا ذاكين إلا قاذين شي نحاج صنوذي ذاكين شي القصة النوذي وبالإضافة غير أن أريف وانيتي تحاصنت كذلك سس تاريخي ناس لأنه ذي غاسني جن تخوف زقريفيين إيريفيين زقوامي جان واكعان وتصفقني الفساد وتصفقني المفسدين إلا تسمى غلا الخوانة قيني أتشبيخ ستازو في الجينات نسلا تفقيشين القنصر من السينما مزيجة نشي المعركة أنها مستمرة تستمر إلى حيث تحقيق الحقوق الدولة ضفت حقق الحقوق أحنا وحدو ذرينا وغانغ تحقق بروح حقوق الشقاق أنا الشوارع والله ما نتراجع فزريم زريم سيتا وين سن شحال من محطات لازنن سفن ملايين قد من سيخ فن سن بوليس سن القوى الاجهزه القمعيه سن اني راح انه هو ثنغم باش تستمد الشرعيه من جديد حما غاد راح شرعنا العنف شرعنا الاعتقالات تي 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 نقال وقاغص منايا واضح وضوح الشمس في النهار نشين يودان فوض الطلب اسمها طالب عادله ومشروعه وقاس بئسة وطز في المخاصقة الصحافة الصفراء يجي جان تطبيل الدولة المخزنية في حين أنه الصحافة تم الإعلام الغربي يحج الدانيتي ما نقانس أنه وضع حصن لأنه ذين صحافيين جان ذي روميا حصن طني لس ممنوعات كم حوارات كم ثناقات وخصوصا مقناصي الزبزافي وذين يجي ذورن ولكن وزريمة مخلنا 11 عشران المخاصقاني صحافيين هولنديين ومقتح من القهوة يجمل خسني لسوكت كم بالحوار
راك ناصح، ولكن الحمد لله مش حما كيطول منايا الا انه تدخل خطوط الصحافه الاخرى اللي مقرانين. زريم الصحافه البريطانيه نهار من تخدم، زريم الصحافه الفرنسيه ثلاثه المواقع كتجان، عفوا ثلاثه نينات الصحافه السيولنتي والصحافه الاسبانيه وغيرها من الامور الاخرى. اذا قرص نشي المعركه لنا واذا نغيسيكيه وقفوا وغاني سيكيه والاعتقال وغاني سيكيه والاختطافات هنا باش تسد الدوله. غزك اقتنعوا اقتنعزك الزيت الى اقتنعزك ايش الاضافه النظريه تما تمني غاستشيرهم باش تسلم الحقيقه للوليه مينيتك. الولي راه تشمير يتفق على مستوى المحطه التنقات اموزا ويوفي من غايك اقرف ضحتك الناس تيوذان ايك جانس روسات امام امر الواقع الصلاه الحقيقه يسميني عنا ايج ناغي راه يسمح يوذان الصوان روخا يمنعي يوذان الصوان مارا يتاوي ديجن الشخص كيزي العمله انت كيتوثاق الملايين كيتسوى ملايين باش تشمير غادي سيك الاحراج شي جنيك سير واشي جني غاسيني الملف الحقوقي هذا راه هذا الفيديو الناس يقص هذه السعدات يش التقارير المغلوطه ايك جان تقارير خاطئه وفي اكثر من مره الشخص وانيتي السعدة تقارير تعفانين خل المنطقه يا ثانيتي ما غالي انه يخدم الاجنده المجيدي يخدم الاجندات المجيدي يتحاول انه المجيدي يقدر المستطاع ينسف من دانيتي الى جانب الهمه وتجي الى جانب الهمه لان الهمه لازم ينسف منايا المجيدي لازم ينسف منايا وغينسف منايا هذه هو راه يتقرب غير الملك تا نشقى راس اثنين البيادقين لا الهمه ولا المجيدي الى مزبله التاريخ فيريفيا اشرف منكم واشرف من اسيادكم واشرف منكم جميعا ايها الخوان المرتزقه وتحيه النضالي ولكن يجب مساله النظر باش خصنا نخشي نراكم الشكل اللي كان مقرر هذه غا 8 وهذه غا 9 كل 4 بحكم نحتار الصلاة نحترم الأذان وتحية نضالية حارة.